هي مطروحه من بعض الشركات الملتي ناسيونال، ليست فقط من شركات مغربيه محضه. ومن المؤشرات التي تدل على التطور التكنولوجي عدد اتفاقيات الشراكه بين القطاع الخاص والمؤسسات العموميه، جامعات، مؤسسات عموميه للبحث، مدارس التكوين. وقد وصل مجمل الميزانيه المخصصه لهذه الاتفاقيات سنه 2006 20 مليون درهم بالنسبه للجامعات، و2.6 مليون درهم بالنسبه للمؤسسات العموميه للبحث، و1.1 لمؤسسات تكوين الاوتار. وتبقى هذه الميزانيه ضعيفه بالمقارنه مع دول اخرى. خلاصه القول فيما يخص ميدان التكنولوجي انه يعرف نقصا كبيرا في براءات الاختراع، ضعيفه جدا، لا من حيث الكم ولا من حيث النوعيه، لان ليست فقط من طرف اساتذه الباحثون والباحثون. التجهيزات الاساسيه ضعيفه، اتفاقية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات العمومية كذلك قليلة. ندخلوا الآن إلى الباب الثالث ويخص شروط وأسس النهوض بالبحث العلمي في المغرب. لقد عرف العالم في السنوات الأخيرة تغيرات سريعة طرحت مجموعة من التحديات والرهانات، وجب إيجاد حلول لها في إطار المنظومات العلمية لمختلف الدول، ليس فقط المغرب، جميع الدول، لأنها إشكالات عالمية. من هذه التحديات مثلا الأمن الغذائي، التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، التنمية المستدامة، استنزاف الموارد الطبيعية مثل الماء، مثل المواد الخام، ضمان تزويد مستدام بالطاقة. كل هذه الإشكاليات، إن هذه التحديات ليست غريبة عن اهتمامات المغرب الذي على غرار باقي الدول يجب عليه إدماجها في السياسة العلمية والتقنية. هذه المواضيع للنهوض بالبحث العلمي والتقني الوطني الذي يعرف ركودا في المرحلة الأخيرة، لا بد من إصلاحات وقرارات صائبة تتدارك الأخطاء وتصحح نقاط الضعف الواردة مسبقا، وترسي منظومة بحث علمي وتقني على أسس متينة مستديمة تستجيب للمعايير الدولية للجودة. وسأورد فيما يلي بعض الشروط والأسس الواجبة للنهوض بالبحث العلمي. أولا، يجب جعل البحث العلمي والتقني اختيار استراتيجي وطني، هذه النقطة الأساسية الأولى، بالتعبير عن إرادة سياسية واضحة من أعلى مستويات الدولة تعتبر فيه الميزانية المخصصة للبحث العلمي استثمار يمكن أن يعود بمردودية كبيرة أكبر بكثير من أي نشاط اقتصادي تقليدي، حيث أن البحث العلمي وتنمية المعارف وتكوين الكفاءات تساهم بشكل فعال في الرفع من التنافسية وخلق مناصب شغل وإحداث مقاولات جديدة. هذه النقطة الأولى، هي إرادة سياسية وإعطاء الأولوية للبحث العلمي. النقطة الثانية، اعتبار البحث العلمي أداة فعالة للرفع من جودة التكوين بالعالي، هذا العنصر الثاني، ويعد هذا الشرط ضروري للتوفر على تعليم عالي ذا جودة، لأن التعليم العالي لا يمكن أن يكون في أعلى مستوى إلا إذا تم تحيينه دوريا بإدماج المعارف الجديدة والابتكارات الناتجة عنها، وهذا يمكن من تكوين أطر كفكة قادرة على المساهمة بفعالية في جهاز الإنتاج بمختلف مجالاته، صناعية، خدماتية وغيرها. العنصر الثالث، أن يؤسس البحث العلمي والأنشطة المكونة له على الجودة، وكذلك على انفتاحه على المحيط والتنافسية، وذلك في مختلف الميادين وبالخصوص العلوم والتقنيات. وهذا الاختيار سيرفع المستوى العلمي والثقافي ويحسن الجودة ويضمن الامتياز. ويمكن تفصيل هذا في النقاط التالية، يجب توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية للمختبرات وفرق البحث ومراكز البحث المهيكلة الكفأة والأكثر إنتاجاً. بطبيعة الحال يجب إعطاء الأسبقية لمجموعة البحث التي أبانت عن قدرتها عن الإنتاج إلى آخره بالدرجة الأولى دون إهمال الأخرى. يجب تشجيع الفرق الأقل هيكلة كذلك على الخيرات في اختيار الجودة، قيام ببحث علمي ذا جودة، بالعمل على انفتاح أكثر والعمل التشاركي والعمل متعدد التخصصات. ثم يجب اعتماد الشفافية والجودة في تقييم موضوعي موثوق فيه لأنشطة البحث العلمي، ليفاليواسيون، تقييم، يعني ليفاليواسيون، لا فيما يخص الإنتاج العلمي
ولا فيما يخص تتمين نتائجه في إطار دينامية بين البحث الأساسي والبحث من أجل التنمية. النقطة الرابعة، تحديد ميادين البحث التي يجب أن تحظى بالأولوية انطلاقا من حاجيات وضروريات التنمية. وفي هذا الإطار من الضروري وضع خطة استراتيجية معبئة واضحة المراحل في الميادين ذات الأولوية، تحدد فيها البرامج على المستوى المتوسط والطويل، مع السهر على وضع منهجية لتتبع وتقييم هذه المخططات. ومن بين المواضيع ذات الأولوية كانت هناك جوج المناظرات وطنية للبحث العلمي 2001-2006، وكان خرج منها واحد المجموعة ديال المواضيع ذات الأولوية اللي خص المغرب يشتغل فيها. أذكر من بينها الأمن الغذائي، الحد من انتشار الأمراض، نقص التبعية للطاقات التقليدية والعمل على الطاقات المتجددة، التعرف على الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وتثمينها، تطوير علوم وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات، فهم دقيق لإشكاليات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية لتطوير التنمية المستدامة. وكل هذه الأولويات، كل هذه المواضيع لها بطبيعة الحال مواضيع جانبية تابعة لها. لن أتطرق إلى التفاصيل، ولكن يمكن أن أعود إلى هذا في النقاش إذا تطلب الأمر ذلك. النقطة الخامسة، إعطاء الأسبقية لأنشطة البحث التنموي والابتكار التكنولوجي بقرارات محفزة وسياسة تشجيعية تطوعية. في عصر العولمة هذا تقاس القدرة على خلق الثروات وربح رهان التنافسية بقدرة المجتمعات على الابتكار. فالتنمية وتطوير الابتكار ترتكز على عناصر أساسية ثلاثة: الكفاءة البشرية بطبيعة الحال، المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتمثل في الانخراط السياسي، استراتيجية المتبعة والأولويات المحددة، ثم الإمكانيات المادية الموفرة. النقطة السادسة، إدماج هيئات البحث الوطنية في المحيط الإقليمي والدولي. ما يبقاش منعزل، ما يبقاش منغلق، خصو ينفتح على المحيط الإقليمي والدولي بتقوية التعاون بين المؤسسات والمجموعات العلمية وبالمساهمة في شبكات الامتياز. النقطة السابعة، إشراك العلميين المغاربة العاملين بالخارج في مسار النهوض بالبحث العلمي بتشجيع وتسهيل مشاركتهم في البرامج الوطنية ووضع مسطرة ملائمة لاستقبالهم في أحسن الظروف العلمية والمادية في حالة رغبتهم في العودة إلى الوطن. النقطة الثامنة، العمل على تطوير شراكة دينامية فعالة منتجة بين العالم الأكاديمي والقطاع الخاص. تاسعا، جعل تقييم الأبحاث جهاز فعال للتوجيه وتحسين الجودة والفعالية، ليس فقط ليفالوياسيون، ماشي للتوجيه وتحسين الجودة والفعالية. ويجب أن تتبع هذه المنهجية في جميع المراحل منذ كتابة برنامج البحث ودعمه وصولا إلى نتائجه وتتمينها ووقعها على الاقتصاد والتنمية. ويجب أن يكون هذا التقييم داخلي وخارجي بمعايير دولية للأفراد والهيئات والبرامج، حيث أنها تسمح برصد نقاط الضعف والقوة. وفي الأخير، تطوير المجموعة العلمية الوطنية وجعلها قوية ومعروفة على المستوى الدولي، وذلك بتشجيع الجمعيات العلمية والنشر العلمي الوطني بمستوى عالي. إذن هذا هو المحور الثاني. هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها بسرعة لتدارك النقص، وهي أكثر تقنية من التوجهات العامة التي تطرقت لها في باب شروط وأسس النهضة العلمية. فيما يخص هذا الباب، انطلاقا من واقع البحث العلمي الحالي والإشكاليات التي يعرفها وتتبعا لشروط وأسس نهضته، يبدو ضروريا وضع استراتيجية على المدى المتوسط للمساهمة في خلق ثروات محدثة للشغل وإدماج المغرب في اقتصاد مبني على المعرفة. عناصر هذه الاستراتيجية، أولا فيما يخص العاملين في قطاع البحث العلمي، يجب تكوين جيل جديد من الباحثين. تكلمت على 3000، هنا على الأقل 15000 في العشرية القادمة لسد الفراغ الناتج على الإحالة على التقاعد وتغطية الحاجيات المرتبطة بتزايد عدد الطلبة.
مع ضرورة هذه التكوينات بالمواضيع التي تحظى بالأولوية والمواضيع لازم تطويرها. هناك مواضيع واخا ما كايناش في الأولويات ولكن ضرورية للتكوين. وضع منظومة تحفيزية لجذب أحسن الطلبة والمهندسين نحو دراسة الدكتوراه وتهيئهم للقيام ببحث علمي في أعلى مستوى. ولهذا يجب الرفع مثلا من عدد وقيمة المنح، 200 منحة على 17000 طالب، وقيمة المنحة 2400 الآن 3000، هذه ديال الامتياز كرش على 700 درهم. وضع تعويضات عن البحث للطلبة المهيئين للدكتوراه، يسمح لهم بالقيام بالبحث العلمي في أحسن الظروف. خلق ما يسمى بعقد ما بعد الدكتوراه، بوست دوك، ما عندناش في المغرب، جميع الدول، جميع المختبرات العالمية كاين بوست دوك، ما كاينش في المغرب. يجب خلق هذا الإطار. وهذا كيكون لمدة محدودة، سنة أو سنتين، كيكون الطالب حاصل على الدكتوراه وكيقوم بهال بوست دوك مدة سنة أو سنتين في مختبر آخر غير المختبر الذي كوننا فيه، ثم بعد ذلك يبحث عن إطار أستاذ أو أستاذ باحث. الرفع من التكوين بالبحث وتشجيع توظيف الباحثين في الصناعة، لأن ليس من الضروري أن الأستاذ الباحث يبقى، أن الباحث الحاصل على الدكتوراه يبقى في التعليم العالي، يجب أن يدخل إلى الصناعة لأن الابتكار في حاجة إلى باحث. إعادة النظر في مهام التدريس والبحث للأساتذة الباحثين والبحث عن توازن بين المهمتين، لأن الآن الطاغي هو التدريس، وأن اللي يقوم بالبحث يمكن غير تقريبا في جل الحالات تطوعي في مسار الأستاذ الباحث. ولهذا يجب وضع نظام للتقييم والترقية مبني على إعطاء أهمية أكثر للبحث العلمي، ماشي هذا لاغري أكتويل دابا الحالية، لاغري الحالية لا تعطي أي أهمية للبحث العلمي. تشجيع حركية الباحثين داخل وخارج الوطن، وضع نظام لاستقبال الباحثين الأجانب لمدة سنة أو أكثر في إطار تعاقد مع الباحثين الزوار. غريب الأمر أن الجامعات المغربية ومؤسسات البحث المغربية ما كتوجد فيها باحثين أجانب، بينما في المخابر في أوروبا في آسيا في أمريكا كلها باحثين أجانب، وهذا الاحتكاك ضروري، وهذا الإطار غير موجود في المغرب الآن. ما كتوجدش أن باحث أجنبي كيجي الجامعة أو مركز بحث مغربي وكيقوم بحث مدة سنة أو سنتين، قليل جدا. وضع إطار للتعاقد مع الأساتذة الباحثين في إطار أقطاب الكفاءة لإنجاب مشاريع بحث محددة بدقة. تشجيع الباحثين المغاربة العاملين بالخارج بانخراط في أنشطة البحث الوطنية وتسهيل عودة من يرغب في ذلك، ومكافأة وتشجيع الباحثين أصحاب الإنتاج العلمي المتميز، وخلق كراسي علمية للبحث حول المواضيع التي تحظى بالأولوية والمواضيع الواعدة تشرك الجامعة والقطاعات التقنية وكذلك القطاع المنتج. وفيما يخص تمويل وتدبير أنشطة البحث، يجب الرفع من الناتج الداخلي المخصص للبحث العلمي ليصل على الأقل 3% في سنة 2020، احنا عندنا 0.73 الآن، على الأقل يوصل. المشاركة بشكل أكثر فعالية في برامج البحث الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف. وفيما يخص أولويات المنظومة الوطنية للبحث، وفي هذا الإطار يجب تحديد بشكل أكثر دقة المواضيع التي تحظى بالأولوية، وبالخصوص المواضيع التي يتوفر فيها المغرب على مكتسبات كالثروات الطبيعية والميادين الاستراتيجية، الطاقة، التنمية القروية، علوم المحيطات، علوم المياه، علوم الجيولوجيا، الأدوية، الصيد البحري، وبعض المهن العالمية بالمغرب كالمعلوميات، إلكترونيك، وكصناعة النسيج. في الباب الرابع، انسجام وتنسيق المنظومة الوطنية، يجب إزالة الحواجز بين فرق ومختبرات البحث. الآن عندنا إشكالية بأن الكلوزون، أن المختبرات معزولة بعضها عن بعض، يجب البحث عن وسيلة لإزالة الحواجز بين فرق ومختبرات البحث وتشجيع تجمعها ومشاركتها في برامج وطنية ودولية. إحداث وتقوية الأقطاب الجهوية للبحث العلمي تكون أكثر انسجاما تجتمع فيها الموارد البشرية والمادية وتؤدي إلى لا مركزية البحث العلمي تحدث فيها وحدات تكنولوجية للبحث العلمي. الآن الوحدات التكنولوجية للبحث العلمي كاين هذا ديال لوتيريس في الرباط، وكاين واحد كوري فاس، وكاين المركز في مراكش قديم كان طالق هذه مدة ديال 20 سنة. من غير هذا الشيء ما كاينش مراكز تكنولوجية للبحث العلمي على المستوى الوطني، وهذه المراكز هذه يجب أن تزود
دوريا بتجهيزات جديده الى اخره، وهذا غير موجود الان. اذا هذه نقطه اساسيه. تشجيع احداث هيئات بحث متميزه على المدى المتوسط في الميادين استراتيجيه التي يمكن للمغرب ان يشغل فيها مكانه مشرفه على المستوى الدولي، كالبيوتكنولوجي والمواد النانومتريه او تكنولوجيا المعلوميات والاتصال. كنقطه خامسه، تقريب وحدات البحث من القطاع المنتج. وفي هذا الاطار يجب حث وتشجيع حركيه الباحثين بين الجامعه والشركات، وذلك بتقويه الشراكه لتحسيس الشركات باهميه الابتكار من اجل التنميه. وفي الباب السادس، تقييم البحث العلمي وتقيه الباحثين، يهدف التقييم الى تتبع وتحسين برامج البحث من حيث النتائج المنتظره وتثمينها، فعاليه هيئات البحث، مردوديه الباحثين، ويجب ان يخضع التقييم الى مبادئ الكفاءه، الاستقلاليه، الموضوعيه، الحوار والسريه، واحداث هيئات خارجيه لتقييم البحث أن تكون من مهامها تقييم المؤسسات، تقييم أنشطة البحث في هيئات البحث، وضع معايير لتقييم الباحثين وإنتاجاتهم العلمية. وفي الأخير يجب إعطاء أهمية لتدريس العلوم وتطوير الثقافة العلمية. هذه نقطة أساسية، أن المجتمعات التي تنشر الثقافة العلمية وتتوفر على محيط اجتماعي مناسب لها حظوظ أكبر للقيام بالبحث العلمي جيد. انطلاقا من هذا، من الضروري خلق محيط ثقافي مناسب، وذلك بتجديد طرق تدريس العلوم، بمشاركة الإعلام في نشر الثقافة العلمية، بالإكثار من التظاهرات العلمية لفائدة الشباب، بإحداث متحف للعلوم، بتشجيع النشر العلمي. وفي الختام أحاول تلخيص ما قلت بعجالة، إن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتثمين نتائج البحث هي من الرافعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في بلدين ما لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الاستثمار في العنصر البشري والمعرفة أساس التنمية فيما يخص المنظومة الوطنية للعلوم. فيما يخص المنظومة الوطنية للعلوم، يلاحظ نقص في مختلف المستويات، وعلى الخصوص الموارد البشرية، الموارد المالية، الإنتاج العلمي والتكنولوجي. أما شروط وأسس نهضة البحث العلمي فتتمثل في عدة نقاط، منها إرادة سياسية، جعل البحث العلمي أداة للتكوين، أن يؤسس البحث العلمي على الجودة والانفتاح والتنافسية، أن تحدد ميادين البحث ذات الأولوية، أن تتخذ قرارات محفزة على البحث العلمي والابتكار، أن يدمج البحث العلمي في المحيط الإقليمي والدولي، أن يشرك العلميين المغاربة العاملين بالخارج في النشاط العلمي الوطني، تطوير الشراكة بين العالم الأكاديمي والقطاع الخاص، جعل التقييم أداة للتوجيه وتحسين الجودة والفعالية، تطوير المجموعة العلمية الوطنية. وشكرا على انتباه. معلومات واسعة ومفيدة جدا كما قلت.
الآن كما تفضلت أستاذ، كانت هناك مناظرتان في 2001 و2006 وأيضا الأكاديمية اشتغلت على هذا الموضوع وأصدرت التقارير. تقارير. خلصتم في نهاية المحاضرة إلى في ضمن إطار التفكير الاستراتيجية لتحقيق هذه السبل وشروط النهضة، إلى أن وقلتم ذلك أيضا في ثنايا المحاضرة أن المسألة هي أساسا يجب أن يكون هناك قرار استراتيجي عالي المستوى. هذا القرار الاستراتيجي ربما طال انتظاره، وطحينا بأجيال ربما من أفداد الأساتذة الباحثين الذين سنظر إلى التقاعد وعاشوا في هذا الإطار المزري والمحب الذي هؤلاء بالإحباط. يعني هل سنظل ننتظر هذا القرار السياسي الذي ربما لم يأتي قبل عقود؟ يعني إذا لاحظنا القائمين على البحث على التعليم العالي والبحث العلمي دون ذكر الأسماء، ولست أقصد القائمين اليوم، لكن بصفة عامة هم لم يمارسوا البحث العلمي، وبالتالي فهم لا يفهمون شيئا كثيرا في أمور هذا البحث العلمي. وإذا هذا هو سؤال محدد، يعني أنتم بحكم اشتغالكم على الموضوع وخبرتكم الطويلة في ميدان البحث العلمي والتدريس التعليم العالي، ما رأيكم؟ هل سنظل ننتظر هذا القرار السياسي والاستراتيجي الذي ربما لن يأتي؟ اسمحنا نجيب الأستاذ على كل نقاط التي تطرقت إليها. في واقع الأمر هذه الطريقة الأمثل لتصحيح المسار. الآن نبقى في الوضعية الحالية، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك قرار سياسي لوضع البحث العلمي بين ضمن الأولويات، فإن مبادرات الأساتذة الباحثين وهيئاتهم مع الأسف غير قائمة بالدور الملائم، مثلا إذا في إطار العمل النقابي أو غيرها، كان من المفروض أن هذا المجتمع المدني والمجموعات العلمية هي التي تقوم بالضغط للوصول إلى مثل هذه النتائج والدفع بإجراء إصلاحات عاجلة. مع الأسف ما يلاحظ أن هذه الحركية وهذا الضغط من طرف القاعدة، من طرف الأساتذة الباحثين، الطلبة الباحثين، من طرف العاملين في البحث العلمي، ومن طرف المجتمع، قلت بأن أهمية البحث في المجتمع موصلت للدرجة لتكون رد فعل على هذا التأخر وهذا التماطل وهذا التدهور اللي وقع. ولكن يعني يجب التأكيد، مثلا هذا التقرير أو التقارير الأخيرة كلها تدفع لصالح الإصلاح، يجب أن يقع، لأن يجب وضع الأصبع في النقطة في الخلل، أن هناك تدهور في البحث العلمي ويجب القيام بإصلاحه، ويجب أن تتجاهد جميع الجهود، تضافر جميع الجهود للدفع بأخذ هذا القرار، وإلا سنبقى في هذه الوضعية. هذا النقطة أساسية، وضعية البحث العلمي وارتباطه كذلك بالتكوين المصري، بحيث يمكن أن البحث العلمي تعرف واحد الأزمة عميقة تتعمق أكثر فأكثر. أستاذ أشار أولا كنقطة أساسية أن كاين غياب ديال الإرادة السياسية للدولة المغربية في النهوض بالبحث العلمي من خلال غياب استراتيجية وأولويات، غياب للموارد المرصودة، وكذلك الموارد المالية والبشرية فقط. وكذلك أشار الأستاذ أن هنالك من يؤمن بالبحث العلمي هم الأساسية الذين ناضلوا من أجل حتى باش يكون هذا البحث كما أشار إليه الأستاذ 96 90 واحد النهوض، راه بفضل المبادرة الأساسية أقول أساسا. طيب، وشير هنا أن في المداخلة ديال الأستاذ السي سندردي مؤخرا في البرلمان في لجنة التعليم إلى آخره، أشار قال أن الميزانية العامة لقطاع التعليم العالي هي 9 مليار ديال الدرهم، تعليم القطاع ككل، وقال بأن هذه الميزانية ضعيفة
لماذا؟ عطى واحد المثال هو تصرف المثال، قال ان في الدول المتطوره ميكروسكوب ديال البحث يتم شراؤه بمليار درهم. كيف بغينا المغرب يدخل العولمه بهذه الميزانيه الضعيفه؟ فقال ان الميزانيه في محاضره في هذا الاسبوع كذلك غادي في ان بي تي، قال بان انا شفت بان الميزانيه التي ترصد للابحاث لبروجي دو ريشيرش هي 300 مليون ديال الدرهم في 7 مليار. وانا لاحظت مؤخرا في شي مقال صحفي تنظر ان الميزانيه التي ترصدها الدوله للجامعه الملكيه لكره القدم هي 450 مليون درهم اكثر من ذلك. فالميزانيه التي ترصد للابحاث كما جاء على تصريح الوزير 600 مليون درهم 30 مليار سنتيم. كذلك حنا سنعرف ان مشكل الحكم يطرح بحده، المبالغ المرصوده يصعب صرفها، علما ان حنا بعد الاصلاح ديال 2003 جاء عندنا ما يسمى باستقلاليه الجامعه، ولكن رغم ذلك فكاين مشكل الحكمه تطرح نفسه ديال حتى كاين تعقيدات في المخاطر، وبالتالي تهدر ذاك الشيء القليل الذي يرصد يتم هدره عبر المساطر ولا يتم استعماله بشكل ناجح. هنا اقول بان كاين اظن من الاسباب اللي يمكن نشرحها الاستاذ هي انه في البدايه ديال ابتداء من 2003 ولا 2001 البنك الدولي في بعض التقارير ديالو يمكن طرح على المغرب او المغرب بعض التوجيهات فيما يخص انه يهتم بالتعليم الاساسي ولا يهتم بالتعليم الجامعي العالي اعتبارا بان في الوضع ديالو الاقتصادي ستانلوس. حنا سنعرف بان المغرب يشار اليه من التلاميذ المنضبطين للهيئات الماليه الدوليه، فالهيئات الماليه الدوليه يمكن فرضت على المغرب في توجيهات معينه باش يقلص في اطار تقليص الميزانيه وفي الترشيد باش يقلص الميزانيه، دونك هذا كاين توجيه خارجي كضغط تطرح على المغرب. في نفس الوقت بدايه في 2003 الدوله باش تنهج واحد الاسلوب دارت واحد الخطاب هي انه بغات تقلص كما اشار الاستاذ تقليص التكوين. وانا سنعقل جاتنا مذكره في الوزاره تقول لنا نبدا الاصلاح ديال ال ام بي، تيقول لنا خصكم تقلصوا عدد التكوينه في الماستر، وبان عدد التكوينات خص عدد الخريجين يتقلص، وحددوا لنا بحيث ان المسابقه لاكريديتاسيون ديال الفورماسيون ديال الماستر تيحددوا لك واحد العدد قليل. لماذا؟ لان تيقول لك كاين مشكل ديال العاطلين. الدوله نهجت واحد الاسلوب في اطار هذا الاسم في التخلي ديالها عن القطاع الهروب الى الامام بحيث تتهم الاساتذه تتهم الجامعه انهم ما منفتحينش على المحيط ديالهم وبانه تيكونوا عاقلين، علما ان القانون كما شار الاستاذ ما كاينش ان ستاتيو ديال اشاش ديال باحث في الوظيفه العموميه، ما كاينش قانون اللي تيقول الشركه والقطاع الخاص انه يرصد واحد الميزانيه لدعم البحث العلمي، فالدوله لا تتدخل ولكن في نفس الوقت تشن حملة بأن الجامعة وبأن التكوين لا يتلاءم وبأن التخلف هو شيء من الجامعة، ولكن في الحقيقة التخلف شيء من اختيارات الدولة أساسا. طيب هنا كما تنظن أن الحديث ولكن نطرح حاليا في الإشكالية كيفاش يتم تفعيل مجموعة من التوصيات، كاين توصيات ديال الندوات، كاين اكاديميه، كاين مجموعه المسائل، دونك السؤال مطروح بشكل كبير كيفاش يمكننا دفاعا على الدوله ودفاعا على المستقبل ديال البلاد وايمانا منا اهميه البحث العلمي، كيف العمل؟ ولكن هذه السؤال اللي يطرح بشكل كبير للاساتذه، واش على مستوى الجمعيات، واش تاسيس الجمعيات لمواكبه ولمنادات وللمطالبه باش تعطى هذه الاهميه. شكرا. الضغوطات اللي واقعه والحد من التكوينات كنشوفوا النتائج ديالها. انت تكلمتي على الماستر، فعلا كاين حد في عدد الطلبه
المسجلين في الماستر، وكاين تجنوا حد من عدد الطلبه المسجلين في الدكتوراه، وهذا اللي كيدينا النتيجه اللي جات في الاحصاءات بان تقريبا الثلث ديال العدد ديال الطلبه اللي سلك ثالث بالمقارنه مع دول الجوار الجزائر مثلا. اذا فعلا هناك كاين خلل كبير في الموارد البشريه وفي التكوين وفي السياسه العامه اللي الخاصة بالموارد البشرية. عندنا خلل كبير فيما يخص الموارد المالية وصرف الميزانية، تكلمت على هذه النقطة أساسية. ثم فيما يخص الطريقة، الأستاذ الشدادي تطرق لهذه النقطة، فعلا راه أساسية، يعني أن نقطة انطلاق هي الإرادة، خص تبدا من الإرادة. إذا كانت الإرادة كلشي التوصيات الأخرى غتبع ويمكن تغير وتحور والمناظرات تجي مناظرات من بعد، ولكن يجب الإرادة. مثلا الإرادة اللي بين يد الأساتذة الآن هو المجهود إما الفردي أو الجماعي في إطار الجمعيات ديال المجتمع المدني أو الجمعيات